صلى يعني لقطة طلعنا سنة أول أحداث حياة. صرت أبكي وما راح خلص يعني ما رح. أنا واقفة على الشباك بطلع الطيارة شلو عم تفتل فوقنا. أول ما طلعنا أهلي هربوا بس أنا لسه ضليت يعني قمت أشرب كاس مي وأهرب ما طلع بإيدي. جت الطيارة ضربت على دار عمي وجت في عنا نجفي من وقت العمارة ما هي ثابتة قامت انهزت دارنا نجفي قامت أنا بهرب طبت على أجري قطعت لي إياها ما دخلت ما شفت حالي قدرة الله وصهر يعني حسيت بعدين كنا نطلع أنا وأخوي نلعب أنا نرسم مملكة نلعب أنا وياه بس أنا ما ضلت عندي صار كثير هلأ يعني صاير الحمامات بعيدة علي ما بحسن أتمرن جيد ركزت ما بتحفظ يعني إذا إنه أبو جاوني يا صعب شفت هون الحال صعب أحد بقدر بتحمل درجة عطيتي بس كمل دراستي كل شيء كل شيء إيش من بختار إيدي بس ما أقدر